يقول: أنا أحد المواطنين العرب المقيمين في جمهورية بولندا، وسمى نفسه المهندس محمد. يقول: إني أصلي ولله الحمد، لكنني لا أعرف بالضبط اتجاه القبلة المشرفة، فهل تجوز لي الصلاة في الاتجاه الذي أعتقده القبلة أم بماذا توجهونني؟ جزاكم الله خيرا. الواجب عليك معرفة جهات القبلة، لأن استقبال القبلة في الصلاة شرط لصحتها. قال تعالى: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره، عن المسجد الحرام. فيجب عليك أن تعمل بالأدلة التي تدل على اتجاه القبلة، إما بالمحاريب، محاريب المساجد، وإما بسؤال أهل الخبرة الذين يعرفون جهة القبلة أن تسألهم، وإما بالنظر في الشمس والقمر، معرفة المشرق والمغرب والجنوب والشمال، وتتجه إلى الجهة التي فيها القبلة. فالواجب عليك أن تعمل بالأدلة التي تفيد اتجاه القبلة بيقين أو غلبة ظن، وذلك بالرجوع إلى هذه الأحوال التي ذكرناها. أما أن تجتهد من نفسك بدون أن تنظر في الأدلة فهذا لا يجوز لك. لا يجوز لك أن تتساهل وأن تصلي من غير نظر في الأدلة التي تعرف بها القبلة أو بسؤال أهل الخبرة، هذا إذا كنت في بلد. أما إذا كنت في بر وليس عندك أحد فأنت تجتهد ما وسعك الاجتهاد، أن تنظر في القرائن والأدلة الحاضرة لديك وتجتهد وتصلي، وصلاتك صحيحة إذا غلب على ظنك اتجاه معين.